تعالوا نرجع لأخبارنا مشاهدينا. ومن المصري اليوم أيضا محافظ المركزي للمستثمرين والمستوردين يمكن الاستغناء عن واردات ب20 مليار دولار. أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي لمستثمرين ومستوردين أنه أصدر تعليمات للبنوك بتخصيص نحو 20% من محافظها لتمويلية لصالح المشروعات الصغيرة بفايدة متناقصة في حدود 5%، كما أصدر تعليمات للبنوك بتمويل استيراد السلع الرأسمالية المستخدمة في الإنتاج بفايدة تصل لنحو 7%. قال طارق عامر أيضا خلال اجتماع موسع بمقر البنك المركزي بحضور عدد من المستثمرين كان من الأعضاء بجمعية الصناعة المصرية والمستوردين أن البنك المركزي لا يحتفظ بالدولار، وأن ما يأتي ضمن استخدامه في تمويل المشروعات، والمشكلة الحالية أننا نستورد أكثر مما نصدر. أضاف كمان طارق عامر أنه لابد أن يعي المستوردون جيدا أن دخل رب البيت لم يعد كما كان، ما يتطلب تحديد الأولويات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أبدا أن يبلغ حجم استيراد بعض ما يمكن الاستغناء عنه نحو 20 مليار دولار. تعالوا بقى نعرف يعني تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. معنا على الهاتف أستاذ أحمد شيحة رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية. أستاذ أحمد صباح الخير. أنا رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. تعليق حضرتك إيه على هذا الخبر وتصريحات السيد محافظ البنك المركزي؟ تفضل. والله احنا يعني الاجراءات اللي بياخدها السيد محافظ البنك المركزي احنا مش معترضين عليها، بس احنا في مقابل هذه الاجراءات طب مطلوب يبقى في استقرار في سعر الدولار، يبقى في توفير عمله لما يتم استيراده من الخارج. وبعدين بس بتوقف عند موضوع ال 20 مليار دولار عن السلع الغير ضروريه اللي ممكن يوفرها البنك المركزي. انا لا اعتقد المبلغ ده او القيمه دي غير دقيقه، لان احنا اغلب استيرادنا بيتم لمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطه والماكينات والمواد الخام، لان احنا بنعتمد بشكل كبير جدا في صناعاتنا وفي زراعتنا وفي الادويه على الاستيراد من الخارج. فالجزء ال 20 مليار دولار اعتقد يعني ده يعني ما اعرفش يخص اي قطاع عشان يتم توفيره، لان في قطاعات حاليا حتى في مجال الصناعه بتشتكي من عدم تدبير الدولار، بتشتكي من عدم وجود سيولة نقدية خاصة باعتماداتها الخارجية. تمام. وتوقفت هذه الصناعات في مقابل ان ما فيش اي نوع من انواع التعاون من البنك لتوفير احتياجاتها. انا شايف ان الموضوع يعني محتاج هدوء شوية، لان في ربكة في السوق، سوق العملات. وفي كل القرارات يعني كل يوم بنفاجئ بقرارات، احنا بنرحب بقرارات لو كانت تنظيمية، ولكن بيقابلها ارتفاع في الاسعار، سوق السعر السوق السود عمال يرتفع بشكل غير طبيعي وغير طبيعي وغير متوافق مع قيمة الدولار الحقيقية. بالظبط. أنا شايف إن المفروض يتوجه مجهودات البنك المركزي والدولة للقضاء على السوق السوداء، لأن هي السبب الرئيسي في الربكة اللي موجودة في سعر الدولار. تمام. الدولار متوفر بشكل كبير جدا في الأسواق المصرية، ولكن هو السوق السوداء بتلعب دور يعني مؤثر في عدم ثبات سعر الدولار وتحريكه بشكل غير طبيعي لا يتوافق مع قيمته الحقيقية بمنتهى الأمانة. أنا بشكرك يا فندم على هذا التوضيح وعلى رأيك طبعا. أستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة مستوردين باتحاد الغرف